أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره النمساوي ألكسندر شالنبرغ عمق العلاقات التعاون التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد شكري أن الأزمة الأوكرانية لها آثار كبيرة ومؤثرة ليس فقط على مصر ولكن على الاقتصاد العالمي. لها آثار كبيرة ومؤثرة ليس فقط على مصر ولكن على الاقتصاد العالمي، لكن مصر متأثرة إلى حد كبير بهذه الأزمة في إطار تحقيق الأمن الغذائي. مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وكانت تعتمد في الأساس على الاستيراد من كل من روسيا وأوكرانيا، هم الموردين الرئيسيين لتوفير الغذاء لمصر. لدينا قدر من الاحتياطي الذي يوفي باحتياجاتنا، وأيضا ننظر ونتعاقد على توريد كميات من مصادر أخرى، لكن بالتأكيد أنه أيضا ارتفاع الأسعار له وقع وعبء على موازنة الدولة للزيادة التي تضاعفت تقريبا في أسعار الحبوب. نأمل أن يكون هناك تعامل ولو جزئي في إطار الجهود اللي بتبذل على مستوى الأمم المتحدة لتوفير خروج آمن للسفن الحاملة للحبوب الأوكراني والروسي لتصل إلى الدول المستوردة.